من وراء الوحده ما رجعاتش. كانت شي مشكل، كانت شي حاجه، جي وداك الشيء غيتفك. جريت ما خليت سبيطارات، ما خليت حتى بلاصه. في فمي امتك راك عارفاها مريضه وعارفاها ما عندها الصحه وصحتها قليله، راك انت اضرب امك مني انا. الله يرضي عليك بنيتي. عاجي فقط البارح في الصباح قاريه مع العشرة ونص، نضت في الصباح بدلت حويجاتها، لبست الطابليه ديالها، هزت شكارتها كيف ما مالفه، قالت لي ماما بسلامة. اللي شافها ولا اللي هي عنده ينعل الشيطان ويردها لمهمتها، راه مهمتها غتسطى. اي واحد غادي تسولو عليها غيقول لك عليها هضره مزيانه. حنا ناس دراوج ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد. سيدي فقط البارح في الصباح قاريه مع العشرة ونص، نضت في الصباح بدلت حويجاتها، لبست الطابليه ديالها، هزت شكارتها كيف ما مالفه، قالت لي ماما بسلامه. قلت لها بنيتي الله يعاونك الله يرضي عليك، كيف ما مالفه دائما، ما مخاصمه معايا، ما عندنا حتى شي مشكل، والو والو والو، ان شاء الله الا رجعت بنيتي راه تسمعوه من فمها. البارح قاريه مع العشرة ونص وخاصها تخرج الوحده تكون هنا في الدار، من وراء الوحده ما رجعات. ملي مشيت اخويا للمدرسه قالوا لي لا راه ما دخلتش المدرسه، وراه مشات هي واحد البنيه حتى الام ديالها تتقلب عليها. صافي من هذيك الوقيته وحنا تنقلبوا، جريت ما خليت سبيطارات، ما خليت حتى بلاصه، وفي الاخر مشينا للبوليس ديكلارينا، وحنا تنتسناو لدابا التخبار ما سمعتها على بنتي. انا سدراوش ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد نهائيا، ما عندي مشكل مع حتى حد. اي واحد غادي تسولو عليها غيقول لك عليها هضره مزيانه، يعني ما كاينه حتى شي حاجه عند بنتي. الحاجه الوحيده اللي كانت كدير كتمشي وكتجي من المدرسه نورمال، حتى البارح اختفت ما عرفتش اشنو السبب وكيفاش تمشات وشكون عمر ليها راسها، والله ما عرفت. ما نقدر نحكم على حتى شي حد، انا اللي كيهمني غير بنتي ترجع ليا فقط لا غير، ما بغى نتهم حتى حد. ما صاحبتها راه مختفيه معاها، حتى هي ما عندنا حتى شي معلومات عليها، حتى الام ديالها راه تتقلب عليها، هما بجوج مختفيات يعني ما بينش الاثر ديالها. هي وصاحبتها وكتقرا معاها في المدرسه، هذيك البنيه تتقرا في الباك وبنتي عندها السينكيام هاد العام، وما عندهاش صحابات، وما عنديش فين نمشي نقلب، ما كاينش، ما عنديش حتى راس خيط، ما عنديش. لهذا انا قصدتكم، والا كان كيسمعني شي حد ولا كيعرفني شي حد ولا كيعرفها ولا شافها في شي بلاصه، الله يرحم الوالدين يعتقني ويدي يحط راسو في بلاصتي. كيف انا راه ام وكبتي هزاتني وما عمر بنتي باتت في شي بلاصه وبعيده على الاحباب ديالها ولا الخوت ديالها ولا بعيده عليا، ما الفتات تغطيني وتنغطيها حتى نعسو. والبارحه خويا ما لقيت على حتى شي راس خيط وما عارفه عليه حتى شي حاجه، وتوجهت عندهم في العشيه مع شي الخمسه هكاك الخمسه، وديك لارا وليا الله يرحم ليهم الوالدين. وفي الليل مشيت ثاني داوني الكاتريام البي جي، وسجل معايا داك السيد اللي كاين تما الضابط، والصراحه ما عندي حتى شي راس خيط على بنتي. لك بنيتي شوفي فمي امتك راك عارفاها مريضه وعارفاها ما عندها الصحه وصحتها قليله، راك انت اضرب امك مني انا. الله يرضي عليك بنيتي. عاجي كانت شي مشكل، كانت شي حاجه، جي وداك الشيء غيتفك، ما كاينه حتى حاجه اللي غادا تضرك. عاجي بنيتي الله يسهل عليكم، الله يرحم لكم الوالدين. اللي عارفه ولا اللي شافها ولا اللي هي عنده ينعل الشيطان ويردها لمهمتها، راه مهمتها غتسطى، راه ما ضايقاش النعمه من بارح الصباح، راه الصباح تغيبت وخلعتنا، نسحبوها غتموت. رجعي لمهمتك بنيتي، واللي اللي كاينه يكون ليها الله، انت عارفه حتى حد ما كيخسر لك. عاجي راه الدار عامره كلشي كيتسنى فيك، جي بنيتي جي ونعلي الشيطان عليك وخوي دماغك من التخربيق. جينا للكوميسارية العائلة، راه بطبيعة الحال حنا يد وحدة، راه كتصور راه كلشي على شي على شي، من اللي في برا واللي هنا كلشي راه ما عندوش. وقلبنا في السبيطارات ومشينا للكوميسارية، سولنا في الجروب ديال التلاميذ،
ما تحد ما عرفها، تحد ما عرفوها اللي هي وهاد البنيه اللي سر معاهم ما عرفناش اشنو طاري.